وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في موضوع جديد، مواضيع الصف السادس إن شاء الله. الموضوع اليوم راح نتكلم عن إف الشرطية. أكثر الأساتذة من يردون يشرحون إف الشرطية يشرحون كل حالة وحدها، يعني راح يصير بدل الموضوع للطالب يصير أربع مواضيع. هنا شوية الطالب راح يدوخ بالمادة، فيا ريت بالشرح يكون شرح يعني جملة واحدة. يعني شلون؟ مثل ما قاعد يشوفون إنه إف الشرطية عندنا بيها أربع حالات. أربع حالات اللي هي تبدي من الزيرو، فيست، سكند، وثيرد. هنا عندنا مشكلة يعانون منها الطلاب إنه يحسب يقول لك فيست فيحسب إنه هي هاي الحالة الأولى. لا، إحنا نحسب من الصفر. زيرو، فيست، سكند، ثيرد. طيب، بالنسبة الإف الشرطية اللي يجي بعدها الحدث الأول. هنا هسه عندنا مشكلة التسميات، اكو بيهم يصيحوا لها فعل الشرط، خبر الشرط، اسم الشرط، الجملة الأولى. المهم احنا ما لنا هسه علاقة بهاي، هاي التسميات ما يحتاجوها من عندكم بالامتحان. إف الشرطية يأتي بعد إف الشرطية الحدث الأول، وبعد ذلك يجينا الحدث الثاني. هذا الحدث الثاني ساعة يجينا بعد الحدث الأول، ساعة يجينا قبل إف الشرطية. طيب، بالنسبة للزيرو، الزيرو يتكون من يا اما يكون الحدث الاول يا اما فاعل مفرد فالفعل ياخذ اس، او في حالة النفي دازنت. اما اذا كان الفاعل جمع فيكون فعل مجرد وفي حالة النفي دونت. هذا بالنسبة للحدث الاول. اما الحدث الثاني نفس الحالة اللي هو المضارع البسيط، يعني فاعل مفرد فعل بي اس في حالة النفي دازنت، او فاعل جمع في حالة ياتي بعده فعل مجرد في حالة النفي دونت. طيب، نجي على الفيست. اف الشرطيه فيست كونديشنال. فيست كونديشنال انه اذا كان الحدث الاول فاعل مفرد ياخذ فعل بي اس في حاله النفي دازنت، اما اذا كان الفاعل جمع ياتي بعده فعل مجرد في حاله النفي دونت. اما الحدث الثاني يكون يا اما باستعمال الول او باستعمال الكان او باستعمال المي. الول نستعملها want, can, could في حالة النفي أكيد. الول والكان والمي يجي وراها فعل مجرد. أما السكند، السكند يكون فاعل يأتي بعده فعل ماضي بالحدث الأول في حالة النفي didn't. طيب الفعل الماضي شلون أسوي الفعل الماضي؟ الفعل الماضي إن شاء الله راح تلقون رابط أسفل الفيديو يتكلم عن الزمن الماضي البسيط past simple. طيب، اما الحدث الثاني فيتكون من فاعل، الفاعل ياتي بعده would او could. الود فيها wouldn't، could couldn't التي ياتي بعدها فعل مجرد. اوكي، اما third اللي هي اصعب حاله، الثيرد تتكون من فاعل ياخذ هاد في حاله النفي hadn't ياتي بعده تصريف ثالث للفعل. الحدث الثاني اللي هو يأتي بعد الحدث الأول أو قبل إف الشرطية، الفاعل ياخذ الود هاف يأتي بعده تصريف ثالث للفعل. هاي بصورة عامة الطالب إذا حفظ هذا الجدول يصير أسهل من ما يحفظ كل حالة وحدها. طيب، المشكلة اللي عندنا هي بالهاد. هاي الهاد بالنسبة لهاي الهاد ساعة تجينا بالسكند وساعة نلقاها بالثيرد. شلون اميز اذا كانت هاي الهاد بالسكند او بالثيرد؟ الهاد اذا اجاني وراها اسم فهي في السكند، في حالة النفي تكون didn't have. اما الهاد اذا اجاني وراها تصريف ثالث فهي بالثيرد اللي حالة النفي مالتها hadn't. خلينا ناخذ مجموعة امثلة حتى نشوف شلون راح يصير. هنا عندنا هاي الجملة، الجملة الأولى يقول correct صحح الفعل not renew. من أجي على الجملة الثانية أو الحدث الثاني راح نلقى عندنا would have. من أروح عندنا would have، من أروح لل would have، ال would have موجود بالثيرد، إذا هنا لازم أخلي هاد في حالة النفي hadn't يجي وراها تصريف ثالث. أنا عندي حالة نفي، إذا هنا راح تصير عندي hadn't تصريف ثالث renewed ed. طيب، هذا الحل معناته. طيب،
ناخذ مثال آخر. مثال الآخر جملة جواها هنا أنا قايل إن she can succeed. طيب هاي if الشرطية. if الشرطية الحدث الأول إجاني على شكل اختيارات، إذا أروح للحدث الثاني اللي هو صاير قبل if الشرطية اللي بيها الكان. من أجي أشوف يا حدث بيه الكان، هذا الحدث اللي بيه الكان. طيب معناها أن الحدث الأول يا إما فاعل مفرد فعل أس أو فاعل جمع فعل مجرد. نجي نشوف هنا عندنا فاعل مفرد، إذا الفعل راح ياخذ أس. مثال آخر أيضا هنا جايب لي الحالتين فراغات. أكثر الطلاب يقول إذا جابنا الحالتين الجملتين الحدث الأول والحدث الثاني فراغات أو صحح شلون نشتغله. هنا ما يتركك هيك، لازم يجيب لك مطلب. المطلب هو جايب لك إياه، هو قال لك سوينا الثيرد. طيب أنا راح أروح للثيرد. الثيرد يقول بالجمل الحدث الأول نخلي هاد وراء تصريف ثالث للفعل، هاي في الشرطية نخلي هاد، والهاف تصريف الثالث مالت الهاف اذا هي ايضا هاد، يصير هاد هاد. اما الحدث الثاني، الحدث الثاني يقول نخلي ود هاف وتصريف ثالث للفعل، يعني هنا راح اخلي ود، الود يجي وراه هاف والهاف يجي وراه تصريف ثالث للفعل البي بارت. هنا لازم تحفظون التصاريف الثالثه مهمه جدا. مثال اخر. طيب هنا جاب لنا اياها محلوله. طيب هنا شو يريد من عندي ذا محلوله؟ هنا محلوله يريد من عندنا شنو نوع الكونديشنال مالتها؟ هل هو زيرو، فيرست، سكند، ثيرد؟ طيب انا هنا نجي اشوف عندي وول. الحدث اللي عندنا بي وول هو الفيرست. اذا هنا راح نكتب الفيرست فهو المطلوب مالتنا. جيد. خامسا ايضا جاب لنا اياها محلوله. طيب ما مطيني اختيارات بس هنا مطيك مطلب، يقول نيم اعطي اسم او سمي نوع الاف. ما هو نوع الاف هنا؟ ايضا عندنا بيها وول. ما دام عندنا بيها وول معناها عندنا فيست كونديشنال. اوكي الحاله السادسه، الحالة السادسة أيضا جاب لنا الحالة السادسة، آسف هي مكررة نفس ما قلنا الحالة الأولى. طيب الحالة السابعة، السابعة جاب لنا إف الشرطية وراها الحدث الأول جاب لنا على شكل اختيارات. نجي نشوف الحدث الثاني. الحدث الثاني عندنا بيها كود وراها فعل مجرد. طيب من أجي أشوف عندنا كود وراها فعل مجرد، إذا هنا لازم نخلي فعل ماضي، فاعل زاد الفعل ماضي. إذا هنا الجواب راح يصير فعل الماضي، الهاز مو فعل ماضي. طيب إذا هو الهاد، جواب الهاد. راح أكثر طلاب يقول ليش ما أخلي الهاد بن؟ هنا الهاد بن إجان وراها تصريف ثالث للفعل. لا، إحنا عندنا الهاد فعل ماضي مثل ما قلنا قبل شوية إنه الهاد لازم جراها اسم لأنها بالسكن. إن شاء الله استفاديتوا وشكرا جزيلا.